عم يكبروا القصة وبشكل متعمد. مزبوط في أكتر من دعوة مرفوعة ضدنا، بس أنا برفض تماما هالطريقة بالتعامل قبل ما يصدر حكم نهائي. مثلا أهم بند عنا هون هو الديون، وطبعا بمجرد ما أنتوا تأمنوا لنا المبلغ المطلوب القضية بتنحل دغري. والدعوة تبع البنك راحت لنيسان الجاي، ولوقتها فينا نأمن شي مبلغ ونوصل لتسوية مع الجماعة. إيه وهالدعوة وهالدعوة هاي اللي بإيدي كمان متعلقة بالديون تبعنا، ورح تنحل بمجرد ما دفعتوا اللي اتفقنا عليه للجهة يلي رافع الدعوة ضدنا. مضطر إني أخذ استراحة شوي لأنه ناطر خبرية مهمة. الثلاث قضايا هاي رح تنحل بمجرد ما دفعنا لهم مستحقاتهم، ما هيك؟ ما في مشاكل رح تواجهنا يعني؟ شو؟ لا لا، خالي منير بيعرف أكتر مني، عن إذنكم. هي القضايا صرنا منعرفها هلا، وإذا في قضايا ما منعرفها لازم نكون على علم فيها. حاضر ماشي يا خانة. لازم نعالج كل شيء قبل ما يلتغى أول حجز وتندفع الدفعة الأولى. شكرا لكم. وصلتن خبرية مو منيحة متل عادتن. عم يلعبوا لعبة كبيرة. بس شو هي؟ وهاد سليم ما عم يشيل عينه من عليك، هالشي عم يضايقني. طالما أنا ما عطيته وش بظن ما في داعي تتضايقي. عم تحكي هيك بس كرمال تريحيني، بعرف. بعتذر منكم كتير. شكله وصلتكم خبرية مهمة. ايه مهمة. إذا في شي متعلق بالشغل فلازم نكون على علم، لأنه واضح عليكم تضايقتوا من هالخبرية. بجوز قرار، حجز، أو تجميد لأحد الأصول بهالشركة. لا اطمني، هي مسألة خاصة ما بتعنيكم ابدا. ومين قال لك ما بتعنيهم؟ تعنيهم وبشكل مباشر. مصطفى اليوم اطلقوا سراحه، قدر ينفذ منا يعني. ومين قال لك انه هالشي بيهمنا؟ بعدين انتوا ليش كل هالقد بتخافوا منه لمصطفى؟ والله ما عم بفهم. لأننا متأكدين انه مصطفى واحد مجرم وملعون، قدر يضحك على الكل، بس نحن لا، نعرف كتير منيح انه هو اللي قوصه لكريم. حكيك بكل هالثقة بيخليني أفكر بشي تاني سليم. لتكونوا انتو ضغطتوا على مصطفى ليقوصوا لكريم، لأنه بصراحة كل شي متوقع منكم. كل هالقد انت واثقة من مصطفى؟ غريب. نحن هون مشان الشغل، ولازم كلكم تفهموا هالشي. ما بعرف كيف عملها، بس مصطفى قدر يعميل عيونا لمرام، وانتو اتنيناتكن ما انكن مصدقين قديشو شخص خطير. قصدي بمجال العمل يعني، ومو قصدي شي تاني. انا كل همي طبعا انه احمي شركائي بالعمل. هلأ خلونا نكمل، بيكون احسن. في عنا هذا الملف تابع لشركائنا برومانيا. ما بظن انه هنن ممكن يكونوا يلي قوصوه لكريم ولسه قضية الاغتصاب مستمرة. فيكي تتوقعي منهم كل شيء. ليش كل هالقد بيخافوا من مصطفى؟ وبظن انه في شيء بيناتهم. بعدين لا تنسي لو كان مصطفى بده يعمل شيء كان عمله من زمان. وكمان مصطفى اشتغل عندهم بالشركة لفترة طويلة، وسكن عندهم بالبيت. هو واهله وابوه كانوا يشتغلوا عندهم. لو كان ماسك عليهم شي كانوا قدروا يتخلصوا منه على طريقتهم الخاصة من زمان. أكيد الموضوع غير هيك كلياً. والله ما بعرف، أنا كمان كتير مستغربة هالشي. بس مدام مصطفى عم يضايقهم ذكروا لهالدرجة هي، خلينا نلعب هون بهالكرت. ومثل ما اقترحتي أنتي، خلينا نشغله معنا. كل هدفنا إنه ننتقم من هون، ها؟ خلينا نشغل مصطفى عنا، وقتها ما رح يرتاحوا ويحسوا إن شركتهم أبداً. وسليم رح يجن. إيه معلش،
بس بالأول خلينا نشوف شو رأي مصطفى بالموضوع. لهيك ما لازم نضيع وقت أكتر وخلينا نتصرف بسرعة. لازم نحاول نتصل فيه. مزبوط، خلينا نحقق هالشي بأقرب وقت. ماشي، أنا بخبره ومنلتقي فيه.